يسأل أحدهم فيقول: هل يجوز للرجل تطليق زوجته بدون سبب إلا أنها الزوجة الثانية وأن الزوجة الأولى لا تعلم وترفض؟ هذا الرجل أخطأ من أول الأمر، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الرجال، وهو أنهم يتسرعون في الزواج بالثانية، أو أنهم يريدون أن يبقى الزواج بالثانية سرا طوال الدهر، وهذا أمر غير ممكن. ومن علامات قدرة الرجل على الزواج بثانية أن يكون قادرا على المواجهة وعلى إدارة الأمور من أولها، فأول اختبار له كيف يفعل مع ردة فعل زوجته الأولى، فإن كان غير قادر على تحمل ردة الفعل هذه ولا يحسن التعامل معها، فمثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتزوجوا حتى لا يقعوا في الطلاق بعد ذلك فيطلقوا الثانية في الغالب، أو يطلقوا الأولى كما يفعل بعضهم. فمن أراد أن يتزوج بثانية أو بثالثة أو برابعة لابد أن يفكر في عواقب الأمور، وأن يعلم أنه ستوجد ردات فعل، وأن ينظر إلى مدى حاجته إلى التعدد، وإن وجد القدرة على العدل والقدرة على إدارة بيتين أو على إدارة امرأتين فلابد أن يصارح زوجته الأولى وأن يتحمل ردة فعلها المتوقعة جدا، وذلك أول اختبار له ولقدرته على حسن الإدارة وحسن التصرف في الأحوال. ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، لا سيما فيما يقوم به بعض الرجال من الزواج في السر بالثانية، فإن كثيرا من زيجات السر تكون عاقبتها الفشل وعدم الاستمرار، هذا أمر مجرب. هذا هو نصيحتي وتوجيهي وتوصيتي. أما إذا وقعت المسألة فنقول بأنه لا ذنب للثانية حتى يطلقها لعدم رضا الأولى، بل عليه أن يواجه الأمر بحكمة وأن يصر على بقاء الزوجتين وأن يحسن إليهما، ولا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب من زوجها طلاق الثانية، لا يجوز لها أن تطلب منه أن يطلق زوجته، فإن ذلك من الاعتداء المحرم الذي لا يصح لها، وليس للرجل أن يستجيب له. وبعد ذلك نقول الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل، يقيس الأمر بمقاييسها، فإن طلق بعد نظر وتأمل واستخارة وربما مشاورة فلا تثريب عليه، ولو كان قد تسرع في بداية الأمر فماذا عسى أن يقال له إذا رأى بعد النظر والتأمل أن الطلاق هو الحل؟ فإن رأى أن الطلاق هو الحل فهنا لا يقال بالتثريب عليه، لكن كما قلت ينبغي أن يعالج الأمر من أوله أو من بدايته ما أمكن ذلك، والله تعالى أعلم.